سينوكي العادة لعشاق الرياضة لقيت ذيكم موعدكم في أهم وآخر الأخبار الرياضية تتسويت في أنفوسبور لانفوسبور في ماتينال الحياة. سيد صباح النور. صباح النور حسام، تحية ليك ولكيف مستمعي الحياة فيه. مرحبا بك سيد، كما العادة باش ناخذ فكرة على أهم وآخر الأخبار الرياضية وخاصة في علاقة بالكرة الصفراء وخروج أنس جابر، دونك كل تفاصيل كيفاش تعرفوا عليها من خلالك أنت. بالفعل حسام، البارح كنا تابعنا مباراة لعبتنا التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميا، واللي للأسف انسحبت البارح من الدور الثالث لبطولة أنديان ويلز الأمريكية للتنس بعد الانتصار على البولونية ماجدالين افراش في الدور الثاني. في الحقيقه استبشرنا بمردود أنس جابر خاصه بعد عودتها من الاصابه، ونعرف أنس كانت غابت عن المنافسات تقريبا منذ شهر جان في الفارت. العوده نتاعها كانت متميزه من خلال الانتصار نتاعها في الدور الثاني لبطوله انديان ويلز. في الحقيقه البارح أنس جابر لقات صعوبات امام اللاعبه التشيكيه ماركيتا فاندروسوفا المصنفه 79 عالميا في الدور الثالث بعد ما انهزمت البارح بزوز مجموعات نظيفة تفاصيلهم 7-6 و6-4. كما نعرفوا في المجال الرياضي حسام، وقت تغيب عن المنافسات لفترة وتكون مون كومبيتيسيون أكيد العودة نتاعك باش تكون صعيبة شوية. تقريبا هذا ما خاصة عودة من الإصابة، هذا هو اللي صار مع أنس جابر. في الحقيقة نعرفوا مستوى أنس جابر أفضل من هك برشا، لكن العودة نتاعها ربما باش تكون على مراحل صحيحة. أنس كما عودتنا ديما مردودها متميز خاصة في الدورات هذية اللي فيها خاصة تعكس الترتيب نتاعها والتصنيف العالمي. بالنسبة لأنس جابر احنا ما نقولوا كان هذية عثرة، ان شاء الله أنس ترجع لسالف نشاطها ومردودها اللي عودتنا به في الفترة القادمة، وما ينجم حتى حد يشكك في الامكانيات نتاعها، وخاصة وقت اللي عملت نتائج متميزة ابرزها في سنة 2022 وابرز دليل على ذلك وصولها للمرتبه الثانيه. مش بالساهل تلعب وتنافس في تصنيف عالمي لاعبات عندهم امكانيات كبيره. نعرفوا التحدي نتاع أنس جابر، واكيد باش ترجع من جديد وتفرح التوانسه بمسيرتها المتميزه، وان شاء الله أنس ترجع كما عودتنا الاشحاحه وتالقها في الفتره القادمه. سي با فاسير كونك توصل للمركز الثاني عالميا باطار لعبه تونسيه وباطار فني تونسي وباعتمادات 100% تونسية، دونك اليوم هذا يعتبر مكسب وانجاز للتنس. اليوم راهو اترافير أنس جابر ولينا نحكيو ناس كل على التنس، ولات العائلات التونسية تحكي على التنس. اليوم من خلال أنس جابر ولات التنس نوعا ما تعتبر رياضة شعبية، الناس كل نتابعوا التنس، الناس كل ولات مغرومة بالتنس وتحب تدخل صغارها وتترنى التنس، دونك هذا كل يرجع الفضل لأنس جابر وكيف نلقبوها بوزيرة السعادة، دونك اللقب هذايا تستحق، وأنا متأكد 1000% كونه أنس جابر ومن خلال هذا الإطار الفني التونسي 100% تونسي كونه باش ترجع ان شاء الله ونقواها لما لا تولي هي الاولى عالميا ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق لبطلتنا التونسيه في قادم المسابقات، وكما قلنا نتمنوا أنس جابر انها ترجع لمستواها الحقيقي، وهذا مش غريب على بطله تونسيه تحديت كل الصعاب في تونس، ونعرفوا خاصه في علاقه بالرياضات الفرديه وما تعانيه من تهميش الرياضات هذه حتى من ناحيه الاعلاميه. نحكي على كره القدم حسام، في الحقيقه أسبوع هذا باش يكون الموعد مع مقابلات مجموعة التتويج وتفادي النزول، ونعطيك بسرعة برنامج المقابلات في البلاي أوف. تقريبا الجولة باش تدور على زوج دفعات، نهار الجمعة ماضي 2:30 سي اس اس مع النادي الإفريقي، سينو بقية المواجهات نهار السبت 18 مارس في أبو جمعة الكميتي مباراة الأولمبي البيجي مع اتحاد بن قردان، اتحاد الطاوين يستضيف النجم الساحلي، وتأجيل مباراة الترجي والاتحاد المنستيري بسبب مشاركاتهم في المسابقات الإفريقية. سينو في مرحلة تفادي النزول نهار الأحد 19 مارس يتلعبوا مقابلات الجولة الثانية، مباراة الملعب التونسي مع النادي البنزرتي، أولمبيك سيدي بوزيد يواجه الملحم ممسوسة، والنجم المتلوي يستضيف مستقبل سليمان. نحكي شوية على المنتخب التونسي لكرة القدم اللي تنتظر فيه التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023، مباراة قادمة لمنتخبنا باش تكون ضد نظيره الليبي في ملعب رادس يوم 24 مارس في ملعب حمادي العقربي
بيرادس. هذاك علاش المنتخب الليبي لكرة القدم أعلن عن برامج ترابز تحضيري مغلق باش تحتضن مدينة تبرقة وباش ينطلق يوم 16 مارس الحالي استعدادا لمواجهة منتخبنا التونسي. أكيد منتخبنا حظوظه وافرة من أجل التواجد في كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023. في الباسكيت ممثل تونس الاتحاد المنسيري وصل مشاركته في كأس الرابطة الإفريقية بالعاصمة السنغالية دكار وبعد انتصاره على الملعب المالي في الجولة الأولى 78-68 ليسمو باش يكون غدوة في مواجهة نادي كوارا فالكونز النيجيري في الجولة الثانية أبارتير من 5 متاع العشية بتوقيت تونس. كما نعرفه الاتحاد المنسيري هو حامل النسخة الفارتة من المسابقة هذية يمني النفس بالمحافظة عليها إن شاء الله بالتوفيق لممثل كرة السلة التونسية. نحكيه كيف كيف على الكرة الطائرة غدوة الموعد مع مقابلة الدور ربع النهائي لكأس تونس ماضي ساعتين السي اس اس مع مولدية بوسالم الأربعة متاع العشية اتحاد النقل الصفاقسي يواجه سعيدية سيدي بوسعيد الستة تراجي مع اتحاد قرطاج وجمعية اتصالات صفاقس تستضيف مستقبل المرسى. كالعادة كما عودناكم نختم حديثنا في أنف سبور دي مع الشبيبة الرياضية القيروانية وملخص صغير على الوضعية الحالية. نعرفوا بعد العثرة الأخيرة للجي اس كا واكتفاء بالتعادل في بمبلة أمام النادي البمبلي أصبحت في المرتبة الثانية فارق زوز نقاط على مستقبل المرسى. جي اس كا باش تتنقل نهار الأحد لواد الليل في الحقيقة مش في المباراة مش في واد الليل خاصة أنه مستقبل واد الليل مسلط عليه عقوبة ثلاثة مقابلات خارج الملعب نتاعو في ملعب محايد في انتظار تعيين الملعب باش يحتضن المقابلة. لكن حظوظ جي اس كا مازالت قائمة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى مازالوا تسعة مقابلات الكل مقابلات كأس جي اس كا معاش مسموح لها بحتى عثرة من أجل افتكاك وانتزاع المرتبة الأولى من مستقبل المرسى. فترة مهمة ومنعرج تقريبا حاسم في مسيرة الفريق. إن شاء الله العائلة الموسعة والظروف المحيطة بفريق أكابر كرة القدم تكون في أفضل حالاتها. توا دور الجمهور توا دور الدعم المادي والمعنوي للفريق ومن بعد توجي المحاسبة خاصة أنه الفريق مكانه الأصلي والطبيعي ديما يبقى حسام هو تواجد في الرابطة المحترفة الأولى على غرار الفرق الكبيرة الشبيبة الرياضية القيروانية مدرسة كبيرة في كرة القدم وأعطت عديد الأسماء للفرق الكبرى والمنتخب التونسي وإن شاء الله ترجع لسالف إشعاعها. ونعاود نقولها ونأكدها أنه مكان الشبيبة بين الكبار في الرابطة المحترفة الأولى حسام. هذا هو شلة بالتوفيق لجي اس كا للشبيبة الرياضية القيروانية وهذه دعوة مرة أخرى لجماهير الشبيبة الرياضية القيروانية كون الناس الكل يعني تدعم النادي اليوم راهو المكان الحقيقي كما قلت السيد كونه لازمنا نكونوا موجودين في الرابطة المحترفة الأولى. بالتوفيق لجي اس كا كرة القدم وكرة السلة زادة كيف كيف. سينو يعطيك الصحة سيد شكرا لك على كل هذه المعطيات. هذا شنو كان عندنا بالنسبة لليوم في أنفو سبور لانفو سبور في ماتينال الحياة. سينو احنا مازلنا